انت عندك نقص؟ نقص اه في ايه؟ بنات؟ لا هو فيتامين سي بس باخد له دلوقتي. حلو عايش لك بنات عندك نقص؟ لا لا بيضحك قصدك يعني بس عشان ريد فلاج. عشان لا بس حلو الكرسي صح؟ جميل. جايبينهم منين دول؟ دي سي عاش دي سي والله. المهم ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في الاكسبيرينس الجديده دي؟ عاجبني السيت اب بصراحه يعني. مش عاجبك الكيك؟ لا مش عايز اخدها الكيك دي. ماشي نبدا. اوكي بسم الله. اوكي اول حاجه ايه الريليشن الريليشن شيب التوكسيك بالنسبه لك؟ يعني في حاجات كتير قوي مش عارف، بس يعني ممكن لو فيها غيره كتير. مش عارف يعني ما انا عن نفسي غيور يعني، بغير عادي، بس لما بتبقى من البنت مثلا انها تبقى بقى اوفر بروتكتيف والشويتين دول فاهمه، تبقى مشكله I بالنسبه think لي. انت اللي هتكون اوفر بروتكتيف بقى ساعتها ليه؟ عشان انت كمان غيور. ما انا غيور بس يعني بمعدل، يعني مش هيبقى بنفس الحاجه، مش كله بيغير بنفس الطريقه صح؟ ولا انت بالنسبه لك انت مثلا بتغيري ازاي؟ اللي هو شغل لا بقى ليا limits يعني، مش هعمل فضيحة قدام الناس ان انا ماشي، غيرانة. بس بتحسي مثلا ان انت بتخنقي علينا لو في ريليشن شيب؟ لا ما اظنش. انا بالنسبة لي انا لا. انت بالنسبة لك بقى ايه بصي انا بصراحة يعني ما صاحبتش كتير بجد والله يعني انا باين عليك. عندي كوميتمنت ايشوز، فده اوكي موضوع تاني. بس انا ما يعني لما كنت مصاحب كنت خنيق بصراحة. في فلينجز بقى في النص كتير دي توكسيك بقى بالنسبة لي. بس مش ريليشن شيب فمالناش دعوة. اوكي طب انت ماشي. بالنسبة لك ايه غير الغيرة مثلا؟ لا انا مثلا لو بيغير مني انا شخصيا حاجة ناجحة بعملها اوكي يبقى في جالسي يعني، اللي هو مش بيتمنى لي حاجة حلوة كارير وايز يعني. كارير وايز، اي حاجة هادفة بعملها في حياتي بالنسبة له هي حاجة تافهة او مش بيقدرها. اوكي ان هو مش بيحترمني. شغل بقى ان هو مثلا يتحكم في لبسك بقى وصحابك والكلام ده. يعني هي فيها نقاش بس ما فيهاش اللي هو متحكم يعني، اللي هو لا مش هتلبسي، لا طب ما نقعد مع بعض ونتكلم ونشوف اوكي ايه اللي هنوصل له يعني. بس دي حاجة كويسة عامة يعني، انت بتعرفي تتناقشي بقى وبتاع، مش اللي هو انا تقفلي دماغك. متفاهمة بس لو معايا مش تفاهم مش هعرف اتفاهم معاه، فاهم قصدي؟ اوكي انت عنيدة اصلا؟ يعني لو احتجت اكون عنيدة هكون عنيدة وحشة قوي. اوكي يعني ممكن تتناقشي بس اللي هو لحد ليميت معين بتحس ان انت لا العين دي لا ما احنا هنتناقش وهنوصل لبوينت، سواء انت كنت صح او انا كنت صح يعني، هنشوف مين فينا اللي صح عادي اوكي. طب انت كنت في توكسيك ريليشن شيب قبل كده؟ يعني. في اخرها ممكن. في الاخر قلبت توكسيك يعني، اللي هو فركشنا ورجعنا وفركشنا ورجعنا، فاللي هو جابت خناقات فما بقيناش زي الاول مع بعض، بس ف ده كانش احسن حاجه. قعدتوا قد ايه مع بعض؟ سنه ونص سنتين مثلا. وبتسيبوا يعني مش مدة طويلة ان انتوا تسيبوا بعض كل شوية؟ ما في الاخر باظت بقى. يعني انت بقالك قد ايه مش بصح؟ من والله دي معلومات المفروض ما اقولهاش بس يعني اوكي. من بقالي مثلا اربع براحتك. خمس سنين كده. اربعة ايه ده انا كمان. ايه ده يعني دي كانت من ساعتها اصلا؟ دي كانت اخر حاجة خالص؟ ايوه. ودي كانت رقم كام بقى؟ لا يعني تالتة مثلا او حاجة. انت بدأت الموضوع بدري؟ بدري قوي. كنت صغيرة يعني ما تحسبش حاجة، هي اخر اوكي واحدة بس. بس يعني انت ما تعتبريش نفسك توكسيك لو في لا الريليشن انا شيب؟ ما اظنش انا توكسيك خالص، لاني حاسه ان انا اللي هو I give everything to the person I love يعني. اوكي طب وانت تفتكري لو صاحبتي دلوقتي هيبقى نفس الوضع بالنسبة لك زي اللي كانت؟ ما هو عشان كده انا ما صاحبتش بقالي كتير، عشان ما لقيتش الحد اللي هو يستاهل كل ده. بس انا مش بيكي والله، بس هو اللي انت هو كده بيكي بس ما يعني ما اعرفش ماشي، بس اللي هو كل اللي على الولاد اللي حواليا دلوقتي اللي هو يا اما مش ماتيور يا اما رخمين انا شايفين متفاهم نفسهم. عامه الموضوع كلهم انت بقى شبه بعض ولا منهم. كلكم فصيلة واحدة. ماشي توكينج ستيج فيز. اوكي احكي لي بقى. هي دي بقى احلى فترة في هو دي الفترة التعارف. اللي انت اصلا بقالك فيها كام سنة صح؟ يعني بتعدي الفترة دي؟ I think ما دخلتش في توكينج ستيج قوي يعني، ما اعرفش يعني. لا انا كنت قافله الموضوع بالنسبه لي الصراحه. طب انت ديفاين توكينج ستيج عامه يعني، انت بالنسبه لك توكينج ستيج ده بيبدا امتى بيخلص امتى مثلا؟ هي استهبال. مش اوكي توكينج ستيج. اوكي اللي هو بنتعرف على بعض اكتر، اللي هو لونك المفضل واكلك المفضل الحاجات دي. يعني شايفه توكينج ستيج بعد مثلا ديت الكام بيبدا؟ لا هي بتبتدي بعديها الديت يعني بالنسبه بتيجي قبل لي. الديت؟
طب يعني ده اللي هو تعارف. اه نتعرف. طيب. ماشي حلو. قضيه بنستهبل. عديتي بكام توكن ستيج بقى؟ اتنين مثلا. السنين اللي فاتت خمس سنين. بجد؟ انا طيبه جدا مش عارفه اقول لك ايه. ايه ده بجد والله؟ ايوه والله. طب انا كنت قافله الموضوع. اوكي. ما كنتش عايزه اخد ستاب في الموضوع عشان الحاجه دي بتبقى سيريس قوي بالنسبه لي. فقلت اخد راحتي ووقتي واللي هو مركزه بقى في حياتي الثانيه وكده وبعديها بقى اشوف لو في فرصه يعني هي تيجي لوحدها. اوكي وانت حسيتي ان هو قبل يعني بالنسبه لك توكينج ستيج ده بعديه لازم يبقى في حاجه جد ولا قشطه ممكن لو اتنك؟ لا طب ما يمكن ما يطلعش ماتشنج معايا. اوكي. يمكن يطلع توكسيك مثلا ولا حاجه. ممكن جايز بصراحه. بس انت كنت مأجله الموضوع مش عايزه اللي هو تصاحبي فما تخشيش اصلا توكينج. يعني كنت قافله في الموضوع ده. يعني مالكيش بقى في اللي هو ماشي ماشي البطال. مالكيش بقى شغل بقى نتكلم ونشوف الموضوع هيمشي ازاي؟ لا ما بتتسليش؟ لا ما بتسلاش. ايه ده بجد؟ لا دي بالنسبه لي ما اظنش يعني. ايه ده معنى كده ان انا ممكن اخد الكيك دي دلوقتي يعني. هو شكلك انت اللي هتاخدها انا قايله لك من الاول يعني. كويس والله. اه طب بس استنى ثانيه بس احكي لي انت توكينج ستيج. عايز تعرف ايه؟ يعني بالنسبه لك ايه يعني ايه اللي بيحصل في الفتره دي؟ بص هي الموضوع ده هوايتي عامه. هوايتك؟ اه بصحى الصبح كده ممكن شوف كام بنت كده معايا العب بيها شويه. لا, لا, لا بجد بجد لا لو توكينج ستيج بجد انا مش بكلم يعني مش اي واحده بكلمها بعتبره توكينج ستيج طبعا. اوكي يعني هو ممكن معرفه بس اللي هو دي بقى ترقيه. هل انت من النوع اللي بتعلق البنات بيك وبعديها بتسيبهم؟ لا انا يعني مش اللي هو في دماغي ان انا هعلق حد. ممكن بقى اتعلق ده موضوع تاني بس لا يعني على حسب طريقتك. هو على حسب طريقتك هتتعلق لا ولا لا. انا ببقى فريندلي مثلا هي بقى تفهمها غلط. هي فريندلي لا اصل مثلا مش هقعد بقى اللي هو فاهمك اعملها بطريقه وحشه لحد ما هي تبقى ضمنت انها كويسه فبعد كده بس عارف ان هي تتعلق بيك فانت مكمل في الحوار ده. انا مكمل علشان عايز اعرف انا ممكن اتعلق بيها ولا لا. ما هو انا برده الموضوع مش هيجي كده فاهم. فاللي هو انا لازم افهم الاول انا هعمل ايه يعني اتكلم معاها. هي اتعلقت بقى بسرعه وده عامه حاجه بتحصل للاسف. انتوا شايف نفسه دي اول مش شايف نفسه والله. لا اول حاجه شفتها مش بتحصل لي انا بتحصل عامه. يعني انتوا كائن ايموشنال عننا دي حاجه معروفه عادي. يعني مش كل البنات مش كله بس اللي هو اغلب اللي يعني لو هنقول مثلا ببرسنتج ف 80 20 مثلا 80% ايموشنال. ده كتير قوي ده من واقع خبرتي. في ولاد ايموشنال برضه. انت بقول ايه؟ جوزاء. جوزاء جوزاء ده ريد فلاج خلاص. انا ما بفهمش في الموضوع بس يعني بيقولوا ان انا جوزاء شكلك يعني خلاص يعني. انا حوت كائن طيب جدا. مش انا خالص. يعني انت حوت فعلا؟ انا حوت. لا انا مش حوت. يعني اللي هو كاركتر الحوت ولا؟ لا مش كاركتر الحوت. مش الحوت كحيوان قصدي كبرج يعني. يعني انا اللي هو حوتي جدا. ايموشنال طيبه ولذيذه وكده. بس انت يعني مالكيش في حوار اللي هو انا اتكلم معاه ولو اتعلق بيا. طب لو حد اتعلق بيكي في توكينج ستيج وانت مش حاسه له بحاجه؟ هشقلطه. طب ما انت بتعملي زيي. طب ما هو نفسها عامه. ايوه بس انا مش بعلقه بيا هو اللي بيتعلق لوحده. طب ما بالظبط. لا ما انا هكون بقفل كلام. انت لا انت بتقول انا هشوف هجرب مش عارف ايه. مش هجرب از ان انا هقول لها مثلا اي لايك يو وخلاص بعد كده وانا ما اكون مش حاسس لها حاجه. انت اصلا مش هتقول اي لايك يو ما انت مش معجب بيها بس طريقه كلامك بقى مش هفلرت. انا بنام قبل 12 فكده كده الحاجات دي بتبدا بعد 12 فانا بره. ليه بتنام قبل 12؟ ما اعرفش اصلا بصراحه. لا الموضوع ده انا فاشل فيه بصحى بدري وبتاع بجد والله. مورنينج بيرسون شويه. لا انت بتسهري شكلك عكسي تماما. يعني انت اصلا بتقعدي ما بصحاش اصلا. بتضحكي على الشباب بقى بعد 12؟ بضحكش على الشباب بنزل معاهم بعد 12. ماشي المهم اتفضل. ريد فلاجز وجرين فلاج. ماشي ايه الريد فلاجز اللي بتشوفها في اي بنت؟ فكره الغيره عامه برضو بالنسبه لي بتسبب لي ازمه. يعني لو هي بتغير قوي او اللي هو شغل بقى بالذات لو في الاول. يعني في بنات بصراحه بتبين انها غيرانه واحنا مش لسه. ده جزء من الاهتمام يعني مش شرط. ما احنا لو ما فيش ما بيننا حاجه ده هيبقى ريد فلاج من الاول اللي هو طب احنا لو فيها ما بيننا حاجه كده كده يكون في ما بينكم حاجه ما دام في يعني غيره وكده ولا ايه؟ لو من ناحيتها وانا من ناحيتي لا لا. او انت شكلك بتعلق البنات فعلا. لا انا مش بعلق حد يعني. لا لا واضح. افرضي انا دلوقتي اتكلمت مع واحده عادي بتحصل انها تكاتش فيلينج وانا لا صح. بتحصل لك صح. اكيد الولد مثلا بيكاتش فيلينجز وانت ساعات لا صح. يعني ما جربتش الاحساس ازاي. يعني مفيش حد قبل كده قال لك انا حاسس ان انا معجب بيكي وانت ما كنتيش حاسه بحاجه؟
يعني ما جابهاش دايركت عشان انا ما كسفوش. ماشي، فجيبها بطريقه اندايركت اللي هي منها مثلا ان هو يقول لك انت بتعملي ايه مع مين بتاع. اه لا طيب. ده ما اللي هو مالكش دعوه خالص ده. طيب بس ده انا نايس واي عشان انا مش بعرف اللي هو ارفض قوي يعني اللي هو مش عايز اخسرك كبني ادم وكفريند بس اللي هو في ليميت خلاص مش عايزك في حياتي يعني. ماشي بس انت دلوقتي يعني حاجه زي دي مش بتحسي انها ريد فلاج اللي هو طب افرض بقى احنا حصل هو بتفرق ما بين يعني غيره الولاد غير غيره البنات خالص يعني غيره البنات كيوت مش كنترولينج لكن غيره الولاد بقى اللي هو لا ما تكلميش لا ما تعمليش لا ما تلبسيش دي دي صعبه. انا فاهم دي بس لا بنات برضو صعب بيعملوا هو عشان هي ما تقدرش يعني تقول لك لا ما تلبسش شورت ولا ايه ما تقدرش تدي اوامر بس اللي هو بتخرج ايه ما تقدر ثانيه يعني اللي هو مش هتيجي تقول لي واحده ثانيه تقول لي لا لا ثانيه بس ليه ما تقدرش تدي اوامر يعني الولد هو اللي يؤمر بس يعني ولا ايه مش شرط بس يعني لو واحده مثلا جت قالت لواحد صاحبها ما تنزلش مع صاحبك دول مثلا مش مرتاحه له ليه بقى؟ ما انت ليه مش مرتاح لاصحابي التانيين مثلا؟ لو انا لو ولد مثلا انا مش هاجي اقول لك ما تنزليش مع صحابك البنات. ماشي. لو هي جت قالت لي مثلا كده على اصحابي البنات مع ان انا مثلا افرض هما من النوع اللي بيلعبوا في دماغك ولا فاكس صاحبتك النهارده انزل معانا النهارده احنا ومش عارف ايه. عامة ده موضوع مهم. ده موضوع مهم جدا. هو انا ما بصدقش في البلاتونيك ريليشن شيبس اصلا. فعلشان كده انا بحس ان هو الاوبشن ده المفروض ما يبقاش موجود لو انت مصاحبه. اللي هو ان انت يبقى عندك اصلا ولاد ولاد صحاب. يعني فكره البلاتونيك ده مش اوبشن اصلا. ايوه لا مش اوبشن طبعا لان انا مش مصدق ان الراجل ده شايفك كاخته مثلا. ليه لا؟ علشان احنا كرجاله انا مش معايا بقى راجل تاني ولا مش معايا راجل انا. راجل تاني اللي هو انا اللي هو مكان صاحبي. انا مش بتكلم عليك انا بتكلم في الجنة. ماشي لا يعني انا سي مثلا انت دلوقتي عندك بيست فريند تمام؟ ماشي. هو جه قبلي ولا جه بعدي؟ اكيد جه قبلك يعني. طيب ماشي هو لما يجي قبلي انا دلوقتي لما دخلت وتعرفت عليه. اوكي. قبل ما نتصاحب كنا ايه؟ كنا اصحاب بس فريند بس هو اخويا انا قدامه من زمان يعني ماشي قدامه من زمان بس مين قال لك ان هو مش مستني الفرصه؟ هو لو كان شاف اي حد تاني معجب بيا كان هيقول في ساعتها مثلا لا خلاص فكك منه انا معجب بيك يعني كان عنده فرص كتيره يعني ممكن يكون هو ما عندوش الشجاعه دي يعني انت قصدك ان بس فريندز بتوقع ما بيني وما بين الشخص اللي انا هرتبط بيه لا ده على طول؟ لا 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 طبعا مش شرط مش على طول بس لو البيست فريند ده شايف ان هو كان المفروض ينيشيت الحاجه دي او مثلا كان شايف ان فرصته موجوده وفجاه لقى ان هي اتسحبت منه فساعات بيعملوا كده انا اعرف ناس كده عامه يعني اللي هو ايوه يعني مش معناه ان انا كل اصحابي الولاد دول يعني عايزين يرتبطوا بيا يعني او انا هقطع معاهم عشان صاحبي الجديد ده لا, يعني لا لا هو يعني الموضوع بيتشعب شويه ما بيبقاش بس ايموشنال اتراكشن بس يعني انا قصدي ان الرجاله عامه ككائن مش ديزايند ان هو يبقى صديق للبنت طب هو يبقى شايف ان ده ريد فلاج فيا؟ فيك انت انا ما اعرفكش لا ان انا شايف ان المفروض ما يبقاش في بلاتونيك ريليشن يعني عادي يعني مش هتعرف غير البنات يعني ولا ايه؟ لا مش عارف اكيد ليه اصحابها في الشغل في بس هيبقوا معارف مش صحاب لا معارف اللي هو هاي باي وخلاص يعني ما ينفعش اقعد في قعده فيها اولاد ممكن بس اللي هو مثلا كبست ممكن؟ لا ثانيه هو ايه اللي ممكن؟ كل حاجه ممكنه مش كل حاجه اكيد يعني مش هقول لك لا انت فعلا لازم لا بس هو اللي هو لا طبعا عادي يكون في قعده فيها اولاد عادي كل عادي طبعا بس كبست فريند مثلا تيجي تقولي انا هنزل مع لوحدي ممكن افكر في الحته دي بس اللي هو لو متعود عليه ومتعود عليا ومن قبل ما انا اعرفك اصلا انا مش متعود عليه تعالى معانا عادي بجد ايوه تخرجوا معانا ننزل ثلاثه مع بعض ايوه ايوه تبقى اصحاب معاه مش عارف طب الجرين فلاجز انا بالنسبه لك ايه الجرين فلاجز اللي تخليكي اللي هو الراجل ده ممكن يبقى فيه بوتنشال ان هو يبقى حاجه ان هو يحسسني ان انا بريوريتي عنده يعني مش نمبر 1 في حياته يعني قبل بقى اهله وكده لا بالعكس يعني ويكون مهتم بيا اكون حاسه ان انا يعني حد مؤثر في حياته واللي هو على طول موجوده ومحسسني ان انا على طول حاجه مهمه يعني بس مفيش مواصفات فيه هو مثلا يعني ماي تايب والله انا مش عندي تايب قوي يعني بجد. هو الشخصيه عندي بتغلب الشكل بالنسبه لي ان هو لذيذ بحب البني ادم اللي بيضحك جدا بس مش معناه ان هو يكون يعني اهبل برضه مش عرجوز يعني مش عرجوز لا ومش بيضحك البنات يعني ممكن يضحكني انا بس تعالى انت عندك مشكله مع البنات ان هو يضحكهم بقى وايه يا دوله بقى وايه يا حبيبي عادي بقى بلاتونيك ريليشن ماشي الدنيا يعني اصحاب البنات لا سوري مفيش الحوار ده لا عندي بغير شويه بقى بعد اذنك يعني طب كويس يعني انت مقتنعه ان الموضوع ملوش امان برضه بنات
يا سلام، بس الرجال عادي. هو المفروض الراجل اللي معايا يكون محسس ان الرجال اللي معايا ان انا بتاعته خلاص. ماشي، بس ده مش معنى يعني هو الرجاله مش هيخافوا مني لو قالوا فلان، يعني مش هيمسكوا مثلا يفعلوا لهم السكين. يا سلام بقى لو خافوا مني، هيكون تحفه. ممكن يخافوا منه، ده موضوع تاني. بس لو هو فعلا عنده الاوبشن ده لو هو قوي قوي. اه، طب دلوقتي انا عندي سؤال. اوكي، لو انا مثلا سي احنا خرجنا اوكي تمام وقابلنا واحده صاحبتي، المفروض انها صاحبتي عادي، مش عادي؟ اه ماشي، فانا مسلم عليها دوله وبتاع وقامت حضناني وبيساني. اه، هتعملي مع العلم ان انا مش قايل لها ان انت صاحبتي، يعني انت جايه معايا كده. اه بص بقى يا حبيبي، انت وهي يعني انا مش هعمل اي اكشن غلط عشان ما اقلش من نفسي. اوكي، بس هي هبص لها بصه قذره اللي هو من تحت لفوق كده، اللي هو يعني ايه جنبه يعني حبيبتي يعني. طب افرضي هي هتقول لك يعني يا بتبص لي كده، انت مين يا بنت؟ ما انت بقى لو فاهم يعني، لو شخصيه فاهمه هتعرفها ان هاي عامله ايه صاحبتي قبل ما ودوله وبتاع. أوكي؟ اوكي، يعني انت المفروض انت اللي تعمل اكشن. طب لو انا قايل لها ان انت صاحبتي؟ اه لا، دي بقى محتاجه تتربى من اول وجديد بقى. تشتمي اه، دي بقى اللي هو تعالي حبيبتي بقى هنا. وانت طبعا ليك حساب تاني يعني. ماشي. اه بس لا. ليه؟ ما انا بتداس. انت مش محترمني، وهي ما نعرفهاش دي، ما نعرفهاش دي. ايوه بس اللي هو يعني انا شخص محترم. محترم؟ ايوه، ما اقدرش مثلا اللي هو حد يجي. كان ممكن تعمل كده، كان ممكن تعمل كده وانت بتدوس. مش عايز. يعني لا مش عايز بس. ممكن كده. امشي انت دلوقتي. بس عادي يعني، انا يعني ايه عادي دي؟ يعني خلاص هي بستني، بس اللي هو احنا مش متصاحبين. ده زي بالظبط الكونسيبت بتاع البست فريند بتاعي الولد. ايوه ماشي، انا احنا عادي، احنا اخوات. انا معاكي في الموضوع ده. معايا؟ لو انا دخلت. اما بتسال السؤال ده ليه؟ بتسال سؤال قذر زي ده ليه؟ انا المفروض ان انا اسلمك الكيكه دي في وشك يعني، دي اه لا ما ان شاء الله هتدخل في وشك انت النهارده يعني. بس اوكي سو فار. لا تمام تمام زي الفل. يا مستحيل. فيرست دي. دي حاجه انت بقالك كتير ما نزلتيهاش يمكن. محدش عارف. ولا انت برضه؟ لا انا لسه نازل من يومين. طيب ما انا ممكن اقول انا لسه نازله عادي. كنا بنحور بقى صح؟ اه. وانت بالنسبه لك الفيرست دي ها يبقى فانسي ولا كاجوال؟ لا كاجوال. فعلا؟ اه. يبقى مثلا عامل ازاي؟ ااا في اكتيفيتي مثلا؟ اه ممكن اعمل اكتيفيتي بجد عادي يعني، حاجه لو كي موت. ممكن نروح فعلا نشرب حاجه، كوفي ديت. عادي نشرب حاجه دي كوفي يعني. كوفي يعني. اه جايز يعني. عادي ممكن تكون شاي يعني. مثلا. صوبيا مثلا. احنا داخلين على رمضان. داخلين على رمضان فعلا. طب ماشي، بس انت يعني شايفه ان هو ما ينفعش يبقى في العربيه مثلا؟ عربيه؟ عادي، مكان ومشاريب برضو كله. انت عشان فيديوهاتك كلها في العربيه. لا انا عايز اعرف، لان هو في ناس مثلا تقول لك انا ما بحبش الزحمه، ما بحبش اقعد في حته. يعني كار رايد يعني ولا لو ايه؟ نقعد بالعربيه كده؟ نجيب اكل، نجيب اكل، مشاريب، نفضل قاعدين ممكن نتكلم يعني لما اكون مرتاحه له 100% ممكن. اه طب وانت بتحددي دي على اساس ان هو كفيرست ديت برضه؟ يعني انت هتعرفي ازاي؟ من شخصيته يعني، على اساس ان هو شبه شخصيتي. أوكي. محترم. حركات معينه بتظهر كده. اوكي يعني انت ممكن انت تسجستي حاجه زي دي اللي هو خلينا قاعدين في العربيه؟ لا انا لا 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 هتقل بس مش هقعد. هات الجاكيت يعني اخي، اقول له هات الجاكيت لان نقعد في العربيه ايه بس. ساوند سو رونج. لا بس عادي عامه يعني، انت لو مسافره بره مثلا مش كل الديتس بتبقى في مكان. ما احنا مش بره بقى. انت مشكلتك ان احنا في مصر دلوقتي. لا عامه انا بقول انا مش يعني مش بتثقي في الشباب المصري يعني. لا ما اظنش بجد يعني، ما اعرفش اكيد. لا احبه ده هكون بثق فيه يعني. بس اه بس ده فيرست ديت يعني. احنا بنقول انت عايز ايه؟ انت عايز انا عايز اشوف يعني. عايز العربيه. لا انا بختبرك بس واشوف، لان هو انا فعلا يعني انا بالنسبه لي مثلا انا ما بحبش الزحمه، فانا في ديتس كتير كنت بقعد في العربيه بس مش بيكون مني، مش انا اللي بانيشيت حاجه زي دي. هي اللي بتقول لك يلا العربيه. اقول لها مثلا ما بحبش الزحمه تقول لي خلاص مش مشكله خليها عادي. دي بني ادمه واثقه فيا جدا. او واثقه فيا عادي. ازاي من اول ديت يعني؟ عادي هي شخصيتي. شخصيتك؟ يعني مش انت قلتي من شخصيته؟ يعني هو بالنسبه لشخصيتك اللي على تيك توك دي يعني. ده موضوع تاني. اه يعني مثلا في كده تيك توك كنت شفته. اوكي. آه اللي هو بتخلع قبل عيد ميلادها او يوم عيد ميلادها عشان نسيته. بمرض نادر تقريبا ما سمعتش عنه قبل كده. ده متابعة؟ لا قالوا لي في كنترول. ايه المشكله هو يعني؟ لو افرضي هو مثلا معهوش فلوس الفتره دي. لا يعني ده حركه قذره جدا. انت لازم لك ممكن تقول لها ان هو مش هيجيب عادي. انا جبتها وبس مثلا متاخره عليكي دلوقتي، حصل مشكله بس انا فاكر اي بس عزم. انت مفيش اوبشن ان هو ما يجيبش هديه اصلا يعني.
حاجه بتبين حب وكده. ايه ده، انت اللوف لانجوج عندك الريسيفنج جيفتس؟ لا خالص بجد والله. بتحوري. انا مش ماديه والله. لا مش دي عامه، مش حاجه ماديه. لا لا مش ماي لوف لانجوج يعني. يعني اوكي عادي بحب ال. بس فريدي مثلا اللي هو ظبط يوم نزلته نزوله حلوه بتاع ولقيتي في اخر اليوم ان هو ما جابش هديه، هستغرب يعني. بس اللي هو يعني بس مش هتجيلي سيرة. هستنى يومين ثلاثة اللي هو هتضايق الصراحة يعني. طب ولو قالك ان هو عنده مرض نادر للأسف لازم. لا ده مجنون يعني، ما ظنش ان حواجة يوم عيد ميلادي يقولي مرض ايه؟ قطب الايه؟ قطب ده بلاش. اي كلام يعني. بس انت في العادي يعني انت بتحبي اصلا تجيبي هدايا؟ اه انا بحب اجيب هدايا موت فعلا. وبيكون اللي هو حاجة هو عايزها دي بالنسبة لي حاجة. طب وانت بتحبي تجيبي هدايا عامة ولا لازم اللي هو يكون صاحبك متصاحبين؟ لا عادي يعني اجيب هدايا عامة. يعني لو فيرست ديت ممكن تخش عليه بورده مثلا؟ ورده؟ لا ما اظنش ان انا اخش عليه بورده دي خالص. تخش عليه بقى حاجه تحب الورد؟ خالص. طب امال ايه؟ ولا ماليش دعوه، انا كده كده مش عايز هديه في اول ديت. لا انا اصلا مش هجيب هديه من اول ديت يعني. اصل في ناس بتعمل إيه كده. ايه الدلق ده؟ في ناس بتعمل كده عامة. لا انا مش طايق. بس رجاله في الاغلب يعني اللي هو يخش مثلا بورده على ان هو كده فرق عن ال. لا انا هكرنج في الحته دي. يعني انت مش بتحبي ان هو في فيرست ديت يبين ان هو. يعني على فكره يبين ان هو تقيل او كده يعني مش تقيل بمعنى ان هو تينك، بس اللي هو في شخصيه موجوده بس في نفس الوقت لذيذ وطيب وجميل وكده. اوكي بس اللي هو يخش بورده دي لا اطلع انت والورده دي برده. ايه الايديال فيرست ديت بالنسبه لك يعني؟ قولي لي كده لو هتظبطي يوم مثلا. احب ان هو اللي يظبطه، هو اللي يختاره. لا مش هتظبطيه انت في الحقيقه. يعني قصدي تخيلي كده مثلا ايديال فيرست ديت بالنسبه لك يبقى عباره عن ايه؟ تعملوا ايه مثلا؟ تاكلوا فين؟ تبقوا بتروحوا كذا مكان ولا تفضلوا قاعدين في مكان واحد؟ مش شرط تكوني في مصر عامة فكري يعني. مش لا شفت كده فكرة ديت لذيذة قوي. ان ناس طلعت السخنة وبعديها فتحوا شنطة العربية. مش قصدي العربية نفسها. بس في العربية من بره يعني. بس العربية موجودة. ايوه. وجابوا بيتزا بقى وكان شامبين اكيد، بس مش هنجيب شامبين. لا انا متفاهم. قدامنا البحر وكده عشان انا بحب قعدة البحر موت. طب لو احنا دلوقتي في اول ديت اوكي تمام، وبعد ما خلصنا شربنا وكلنا وقعدنا في الشنطه تمام، قلت لك نسبليت ذا تشيك، قلت لك مثلا بصيت كده قلت لك انت حسابك 75 جنيه. هي كمان هتبقى 75. ما انا معفن بقى يعني. يعني بص انا ما عنديش مشكله اسبليت ذا تشيك عامه مع حد او يعني أوكي. في الديت في اول ديت. يعني بس ما تطلعش منه يعني، انا ممكن انا اللي اقولها عادي. طب ولو انت مثلا قلتيها وهو واقف ماشي يعني يقول لك فعلا يا ريت اتفضلي يا ريت. لا يعني هينزل من نظري شويه كتير. مش هتنزلي سكند ديت؟ ما اظنش. مش ماديه شويه؟ مش ماديه لا، بس حركه وحشه يعني. بي جنتل يعني. هي عامه انا معاكي بصراحه يعني، المفروض اول ديت بالذات يبقى يعني عادي يعني. بعد كده والله ممكن سبليت عادي. هو في اغلب الاوقات كمان هيكون هو اللي قايل لك تعالي ننزل اول ديت اظن. فاللي هو المفروض خلاص انت اللي مظبط، انت اللي هتدفع كل حاجه عليك يعني. فدي حاجه انا متفاهمها. مش عايزه بقى ماديه بس يعني اللي هو لا يعني أوكي. حركه بس دي بسيطه قوي ان انت تعملها. انا اصلا ممكن تطلع مني عادي لما الشيك يجي اقول له يلا نسبلت، ما عنديش فعلا مشكله ادفع خالص خالص. بس ما تجيش منه يعني. ايه هي حاجه سخيفه بصراحه. طب انت دلوقتي لو انتوا مثلا في نفس الفيرست ديت وسي مثلا او عشان ساكنه فين، بس انت سي ساكنه في المعادي معرفش يا رب ما يطلعش صح عشان ما اطلعش مراقبك في الاخر. بس ساكنه في المعادي وهو قال لك هو ساكن في الرحاب زي كده بوابات بقى ومطبات وبتاع، فراح قايل لك ايه معلش انا هطلب لك اوبر وروحي وانا معايا عربيتي، انت قاعده في العربيه عادي دلوقتي يعني اللي هو احنا خلاص خلصنا، قمت قايل لك معلش هطلب لك اوبر بقى يلا اتكلي على الله. ايه رايك في حاجه زي دي؟ حاجه تقرف الصراحه يعني. مش اللي هو حاسه ان هو ممكن يكون مثلا مكسل لان هو مكسل خارجين في لا مش اكسايتد خالص بقى ليا يعني اللي هو يلا يا حبيبتي يلا روحي بقى. لا خلاص هو خلص اليوم يعني قعدته مثلا 3 4 ساعات خلاص، قال لك بقى انا مش لسه هروحها وبتاع فراح قايل لك هطلب لك اوبر. لا ده شخص ندل الصراحه يعني. بجد شخص ندل جدا يعني. انت مش طب انت من نفسك يعني هتحسي ان انت المفروض هو اللي يوصلك؟ لا مش لازم يوصلني، بس هو مش لازم تيجي منه مثلا. يعني ما ينفعش تيجي منه يعني. انا كده كده مثلا ممكن اعمل حسابي ان انا هروح كده كده مثلا معايا عربيتي هروح بيها، او مش معايا عربيتي هضطر اروح باوبر. فانا اللي هعمل كده يعني. ما تقوليش هقول انا ماشيه لكن تعالي روحك باوبر. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ بس انا عن نفسي يعني حصلت لي قبل كده ان انا بقى قاعد روحتها باوبر. لا 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 ما روحتهاش باوبر، بس اللي هو انا كنت قاعد قلت لها اوصلك وبتاع، قعدت تقول لي لا 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 كذا مره، ففهمت ان هي يمكن مش عايزاني اوصلها، حاسه ان الموضوع هيبقى
تقيل عليها او هي مش عايزه حاجه زي مثلا مش متعوده اهلها مستنيينها في والديت ما كانش في العربيه بصراحه فاللي انا قلت مثلا ممكن مش عايزه تركب العربيه معاك كتير طلعتها كلها في العربيه لا 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 خالص والله بقعد في اماكن عادي هتلاقيني منتشر يعني أوكي. بس قصدي ان احنا ما كناش قاعدين في العربيه فهي حست مثلا يمكن مش عايز اقعد معاه في العربيه كتير فخلينا نروح باوبر بدل ما يروح يعني بعد ما قعدت في العربيه كل ده ما قعدتش لا انا بقول لك الديت كان في مكان كان في مكان لا عادي لو قاعدين في العربيه فخلاص اكيد توصيل مش هتبقى من اول ديت يعني اللي هو مش مرتاحه لك بقى انت مش بتقلقي ان فكره ان انت تركبي مع حد اول ديت يعني بتحسي ان انت ممكن ما انا عارفاه من قبليها ما انا مش شخص راندم خالص هنكون بنتكلم فاهم قصدي يعني بيكون كومن فريند او حد كلمنا قبل كده اللي هو هزرنا او حاجه مش بشوف حد مش يعني مش النهارده هروح اكلمك فاهم قصدي ايوه مش هتروحي تكلميني النهارده لا ده دورك الهاني مون فيز ده اللي هو في الجواز ولا لا. بعد الجواز يعني ولا حلقة البدايات ماشي اوكي يعني في البدايات اوكي التلزيق والهزار والفلينجز وكده ماشي انت بالنسبة لك بتحبي تكستنج اكتر ولا كول؟ لا كول تكستنج ملوش معنى بالنسبة لي او يعني انت بتحبي ان هو يتصل معاكي يتصل بيك راندملي كده في نص اليوم مثلا؟ بس يعني ماشي تكستنج بس اللي هو الاكتر كول عادي يتصل بيا في نص اليوم في اخر اليوم مش بتحسي ان هو يعني بيلزق قوي؟ شغل بقى انت فين دلوقتي بتعملي ايه وبتاع ممكن يعني مثلا سي هو اكلمك في نص اليوم انا اصلا انا لو انترستد خلاص يعني ليه اقول عليه لزقه مش عارف انا بحس الموضوع ده بيقفلني يعني ما اعرفش انتوا عندكم مسمى اسمه ايك للاسف انا ما عنديش اكس بس يعني ده لو هنعتبره هنعتبره ايك يعني فكره ان حد يتصل بيا كتير مثلا واحنا لسه بقى لنا اسبوعين مثلا بنتكلم او شهر حتى هو لو برضه زنان يعني لا خلاص خلينا تكستنج احلى بقى ما دي الفكره بقى ده اللي انا قصدي عليه ان هو خلاص انا لو اديتهم الجرين لايت ان هم يتصلوا فبيتصلوا في ناس ما بتحبش تكستنج خالص فاللي هو انا هتفضل تتصل اللي هو المفروض لما تردي بقى اصل التكستنج ما تفهمش هو بيتكلم في ايه يعني اللي هو تون فيلينجز بتاعته ايه يعني مثلا لو مثلا بنتخانق ما تفهمش هو بيتكلم بصيغه ايه متنرفز ولا عادي بارد ولا لا هو ايموجي طيب ايموجي انا ما بستخدمهمش على نفسي طيب بس يعني بس انا ما بحبش كول يعني لو في هاني مون فيز مثلا هنزل بس يعني مش هتقفل عليها يعني ولا تعمل ايه ما بردش بعدين ببعت لها مثلا ده بيجيب خناق بقى ما دي الفكره بقى لو انا ما بردش فبقول لها معلش انا مش بحب حوار الكولز ده مثلا لو ما فهمتش في الاول قصدي مشكله بقى ان هو انت مش قادره تفهمي حاجه زي دي ليه انا ما بحبش اتكلم كولز يعني طب لو هي بتحب يعني مش هتيجي على نفسك ما احنا لسه مش متصاحبين ما انتوا هتتصاحبوا خلاص مش يعني شرط. احنا داخلين في فيز الهانيمون خلاص اللي هو احنا متصاحبين بس بنستهبل لسه ما قلناش لبعض بحبك وبحبك ماشي بس معناها ان انتوا هتقولوا لا لو انت قصدك في الحته دي انا ساعتها ممكن يعني ممكن اضحي فعلا انا بنادم مضحي جدا بتضحي ايه بضحي بكل حاجه عامه ده فيلينجز يعني رايحه جايه لا بس يعني اللي هو بالنسبه لي ممكن اضحي باي حاجه المهم ان هو يبان لها ان انا فعلا مبسوط ان هي موجوده في حياتي فاهم بالظبط ما احنا عايزين الحته دي لكن انت بقى مضحي عشان بتتنازل ان انت ترد عليها دي حاجه انت رهيب. مضحيه انا مضحيه بس مش هضحي ان انا ما اتكلمش كول يعني طب قولي لي انت انا مش فاكره هتفتكري ولا لا ان الموضوع عدى عليه كتير بس قولي لي كده ايه التضحيه اللي قدمتيها قبل كده في ريليشن شيب او فاني عدى عليها كتير بقى فانا مش فاكره بجد بس واضح ان هي عدت عليك برضو كتير يعني لا لا عادي انا بفتكر على الاقل مش بستهبل واروح وباجي وكده انت قصدك ان انا إيه؟ قليل ادب يعني مش متربي والله يعني زي ما تاخدها يعني زي ما اخدها لا انا عامه انا مش بلعب بديل يعني انا ببقى صريح بقول انا بس الموضوع كاجوال بس بتبين غير كده يعني ايه تيك توكس اي ثينك دي جزء من الحقيقه بتاعتك انا ما شفتش التيك توكس بتاعتك بصراحه فما اعرفش انت يعني بتعملي كونتنت ايه معلش يعني معلش بكره تعرفني بكره ان شاء الله بنشوف الموضوع ده بس بمناسبه الهاني مون فيز يعني احكي لي ايه اخر هاني مون فيز عدتي بيه ما بحبش اتكلم عن الحاجات دي بجد برايفسي ايه ده دلوقتي لو انت في الهاني مون فيز المفروض بس هي جوست دي وقرر كده في يوم من الايام مثلا بعد ديت صحيتي تاني يوم ما لقيتيهوش اختفى خلاص مات يعني ولا راح فين لا عايش بس هو خلاص زي من وشك مثلا زي من وشي بعد اول يوم مثلا هجوست باك مش من اول يوم هبعت له مسج هبعت لك مسج كده انت الخسران يا حبيبي انا اصلا كنت هختفي كده كده طب ما انت ما اختفيتيش فهو الكسبان يعني هو انت خلاص كنت هتختفي كده كده فهو اذكى منك ولحقك وقام ملبسك في الحيطه ومشي هو دي الفكره بس هو مش يعني انت قلتي حاجه دلوقتي قلتي من الاول كده هو مش من الاول هو عارفك
وعرف مين روان وخلاص المفروض ان هو بقى يقع في حبك ده اللي انت متخيله طبعا، بس هو ما وقعش في حبك. هو بقى متخيل بقى ان انا اللي كنت هموت في دباديبه بقى ويلا نتجوز دلوقتي ده اللي هو وصل له لان هو هي جوست دي. هنتكلم عليك يعني. يعني انت صاحي بقى بتقولي له ايه ده حبيبي جود مورنينج، ايه ده حبيبي، ايه ده يا بابا جود مورنينج، بابا ايه يا بابا يا اسطى جود مورنينج. فما يقول لك مش موجود ايه، ولا عمل لي بلوك رد بقى، ولا عمل لي بلوك ما ردش، هو هي جوست خلاص انا مش موجود، انا ما حصلتش، انا ما كنتش موجود في حياتك قبل كده اصلا. تقعدي بقى ايه تقوقي بالليل بقى والله. لا هو his loss اللي هو your loss ده يعني المركب اللي تودي ماشي، بس ده في قانونك انت، لان انت طبعا مش هتشوفي ان انت وحشه وان هو هو انا كده مش وحشه، انا كتير عليه قوي فهو يا حرام ما استحملش فمشي. هو الريد فلاجز ابتدت تبان دلوقتي ودي حاجه كويسه بالنسبه لي انا كمان. كتير على بني ادم اساسا دلوقتي هايبوثيتيكال. ايوه هو بني مش عارفين. لا 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 ثانيه واحده، هو انا عرفته زي ما قلنا في اول ديت. أيوة. وفهمته وعرف مين دول وخلاص. عرف؟ لا انا ماليش في الرجاله. والله شكلك ليك يعني، ده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه بعدين. يعني هو في نقاش اصلا في الموضوع يعني في لا, لا 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 خالص، انا ممنوع عني الحوار ده، انا بحب البنات عن نفسي. يمكن انت بتحبي البنات برضه، هتشوفي هل هي بقى بتحبك ولا زي البنات؟ ما انا شايفه كده يعني. ما لا يعني ما كده كده بيحبوني بصراحه. يعني. بصي ما حصلليش. انت حصل لك قبل كده اصلا يو جوت جوستد؟ لا الحمد لله. انت بتحوري؟ عيني في عينك. ما انا عيني في عينك، انت بتحوري. عادي قولي، ممكن انت كتير عليه ما بتعرفش تقرا الناس. يبقى انت بتحوري. اوكي. يعني ما فيش حد قبل كده عملها فيكي. ما حدش يقدر يعمل. طب يو جوستد حد قبل كده؟ لا انا مختار، انا بنت ناس يعني. يعني بتعملي ايه مثلا لو انت عايزه خلاص اللي هو حسيتي ان الموضوع مش نافع، بتقولي له ايه مثلا؟ هارد لك. هو ايه طبعا الماتش ايه الهارد لك؟ لا يعني اجيب الشيء بعديه وتقول له هارد لك وهيفهم بقى يعني. هطنشه شويه بس مش هختفي يعني، اللي هو هرد على قد السؤال وخلاص يعني. هو لو ذكي، لو ذكي هيفهم. ما قصدك ان هو يعني الرجاله مش اذكياء في العادي؟ انا بتكلم على شخص معين. ما هو مفيش شخص دلوقتي، احنا بنتكلم هايبوثيتيك. افرض انا دوله مثلا دلوقتي. انت دوله؟ احنا للاسف بنتكلم. للاسف. 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 للاسف يعني. وانا انت حسيتي ان انت خلاص مش عايزه تكملي مع دوله، مع ان دي حاجه ما اعرفش هتعمليها ازاي. ربنا يعينك يعني لو عملتها يبقى في حاجه في دماغك. انت عندك نقص؟ نقص؟ في ايه؟ بنات؟ لا هو فيتامين سي بس باخده لك بنات. تعالي اوصل انا. بيضحك. قصدك يعني عشان اضطريت اتعامل معاكي واللي هو احطك في علاقه معايا دلوقتي؟ لا هو انا يعني ما اتمناش حاجه زي كده تحصل. ليه؟ انا على فكره انا كويس. لا مش حساك. المهم مش يعني مش شايفاك. لو حصل وحسيت ان هو خلاص يونا جوستني. هتعملي ايه؟ هتبعتي لي ايه؟ بعيدا عن هارد لوك. لو كان دوله مش هبعت اصلا. خلاص يعني مع الف سلام. ايه ده يجون جوسني خلاص؟ سبتي مبادئك واخلاقك دلوقتي وقله الادب طلعت. ما هو عشان شخص قليل ادب. لا ما هو انا ما عملتش حاجه. يعني انا دلوقتي كدوله سلقيه. اكيد عملت حاجه عرفتني او شكلك مثلا. ليه مش يمكن يجي لك كلك على بعضك كده يجي لك ايك مثلا؟ لا 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 اللي هو مثلا سي اصل انت عارفه مثلا ممكن نبقى قاعدين في مكان فاللي هو اشاور للويتر مثلا فيطنشني دي ايك. لا ده فتقول له تقول مثلا لا خلاص انا بجد مش قادر. ده ما عندوش مبادئ. لا بس بجد لا يعني سي احنا دلوقتي في موقف بجد واللي هو انت عايزه تخلعي مش هتبعتي مثلا مسج تقولي معلش اتس نوت لا مش هبعت مثلاً. مسج عشان ما اكسرش قلبه بس على حسب البني ادم لو هو بجح مثلا لو بجح اوكي عادي ده يبقى على حسب انت بتجوستي ليه ساعتها انت يعني على حسب. طب لو بني ادم محترم هتبعتي له؟ هيصعب عليا للاسف. يعني انت في الحالتين مش هتبعتي يعني؟ لا هبعت بقول هيصعب عليا. يعني هتبعتي تقولي له معلش اتس نوت جونا ورك اوت وبتاع. طب افرضي قال لك مثلا خلاص اديني فرصه و اقول له اوكي والنبي يا روان خليكي معايا. لا ده ملزق ده يمشي ده. يعني انت اصلا يعني اي حد بيحبك انت عندك مشاكل. لا انا ما ينفعش تتحبي. لا مين قال كده؟ ما انت بقالك كام سنه سينجل اهو. انا بمزاجي. انا اللي ماشيه بالمبدا. ما هو طبيعي هتقولي كده يعني بقى. لا 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 انا بقول كده برضو بس انا عارف ان انا عندي يعني انت مشكله ان انت عندك مشاكل يعني انت عارف ان انت مفيش بنات بتحبك. لا 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 بيحبوني بس انا عندي مشاكل يعني انا عارف ان انا ما ينفعش اظلم بنت معايا. تظلم؟ طبعا. ليه تظلمها في ايه يا حبيبي؟ عادي لو انا مثلا دلوقتي مش جاهز. مش جاهز بايه؟ ايموشنلي. ايموشنلي؟ مش يعني هخش حاجه مش انت بتقرر يعني انت هتحب البنت دي ولا لا ولا ايه؟ انت ما عندكش اوبشن ده بتوعي على بشوشتك على طول. لا بس الفيلينجز بتيجي ايه اللي بقى على شوشتي؟ ما جايز انت بتوعي انا حاسك بصراحه من النوع ده. لا اللي هو كان زماني وقعت بقالي 5 سنين يعني. يمكن وقعتي بس هما بيجوزوا. محدش عارف. المهم التوبيك اللي بعده. اللي بعده.
وشك محمر ليه؟ المهم مكسوف بجد والله؟ لا طبعا. ماشي كنترولينج، نتكلم في الكنترولينج. لو مثلا انت دلوقتي مصاحبه واحد وقال لك هتلبسي كذا، مش هتروحي كذا الا مثلا رجلي على رجلك، مش هتسافري مع صحابك دول، مش هتلبسي المايو ده مثلا، ايه رايك في المواضيع دي بالذات حوار المايو؟ لا حوار المايو ده بقى نتكلم فيه كويس قوي، لان انا مش هنزل البحر بجلابيه يعني ولا بجامه شرعي ليه وانا واخدني منين يعني؟ عادي ما انا مش محجبه يعني معلش. ماشي مش مشكله، بس لو في مايوهات شرعي مش المحجبات عامه. انا على نفسي مش هلبسك مايو شرعي. هو عارفني ايه مش هلبسك دي؟ مش هلبسك مايو شرعي. ما تكملي بصي جنبيلي الجمله. لا ما لا احنا بناخد إيه؟ مش هناخد الجزء الاولاني بس يعني احنا ماشي مالكش علاقه بيا اصلا. ماشي. يعني ماشي انا اسف انا بجد كويس ان انت اعتذرت. مقبوله لا مقبوله على طول. المهم يعني انت دلوقتي لو هو ليه اعتراضات او كنترولينج في حوارات اللبس مثلا هتخانق معايا يعني؟ يعني انت ما عندكيش فكره ان هو مثلا خايف عليكي، خايف من خايف عيون الشباب؟ ايه مستمك اللي في البحر ولا ايه؟ لا مش شرط يبقى مايو، ما انت بتتمشي على الارض عادي. يعني ممكن مثلا خايف هو عليكي هو واخدني بمايو كذا عايزني بقى ليه؟ هو واخدك بالمايو هو مش عايز تلبسيش بنطلونات مثلا؟ لا بس البحر اكيد هلبس بنطلونات. ما هو مش شرط يكون واخدك بالمايو عامه يعني، هو ممكن ما يكونش شافك. عارفني هو عارفني وعارف لبسي وعارف تصرفاتي وعارف اهلي وعارف صحابي كل حاجه، ليه بقى دلوقتي جايين كنترول؟ عادي على فكره هو يعني مش شرط يكون القوانين بتاعته نفسه قوانين اهلك. ما قلت ملوش علاقه باهلي، انا قصدي تربيتي يعني. ماشي ما علينا، انا قصدي ان هو مع احترامي طبعا للبيت اللي انت طالعه منه. بيت محترم اكيد. اكيد انا قصدي ان هو الراجل مثلا حاطط قوانين لازم تمشي لانه انت دلوقتي في علاقه تمشي عليه هو. يعني انت مش بتحسي ان لو انت لا مفيش مايوه، مفيش مايوه هناك برضه. امال هو يلبس ايه؟ بعدين ثانية هو ينزل بقى احنا مايوهاتنا بدلة غط. ايه الاغراء في مايوهاتنا يعني؟ انا هو شورت. انا بنشاته بتضايقني. بنشاته يعني انت عايزاه يلبس من فوق فانيلا مثلا. انت منين؟ من فلاحة؟ لا مين اللي فلاحة؟ انت مش فلاحة؟ الفلاحين انت زي الفل. الفلاحين زي الفل. انا راجل صعيدي بس ما بغلطش. صعيدي؟ صعيدي. كويس انت صعيدي. بس انت فلاحة صح؟ ايه الفرق؟ مش عارفة صراحة. مش عارفة انت منين اصلا. ماشي يعني انت دلوقتي لو هو قال لك مايو لا انت مش هتقولي هقول له مايو لا ونشوف مين بينا بقى اللي هينزل البحر الاول. طب ما كده مفيش حد هيكمل معاكي بعيدا عن باقي العيوب يعني اللي احنا شفناها اوريدي. بعيدا عن انا شايفاه دلوقتي هو ان شاء الله ما جه يعني ان شاء الله لو كده يعني. ربنا يعينك هنشوف الرجاله ربنا يعينه بقى فعلا. طب دلوقتي لو هو مثلا معترض على السايد هاجز، يعني انت مثلا روحتي خرجتي مع صحابك وهو معاكي لقيتي محمد لله. بلاش محمد علي مثلا قام داخل الحمد لله انا كويسه قوي في البوينت يعني بجد يعني انت مش ما فيش فيزيكال بس هو لا برضو يعني ماشي مش مشكله هو يعني انت مش مشكله عادي. طب افرضي هو حضن مثلا وقال لك معلش اصل إيه عاليه مثلا طب تعالى بتحب تحضن معلش انا كمان بقى يعني انت بتردي الموضوع انا بعند بقى تمام معلش معلش بقى طلعتي عنيده دلوقتي كويس والله طلع يعني كنا بادين كده كل الوحش مش محتاجه تكذبي انا مش بكذب خالص مش. لا انا مع الحق مع الحق يعني انت شايفه ان الراجل عامه ملوش يعني ما يقدرش ان هو يقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه في حاجات معينه زي ايه مثلا حاجات معينه هتكلم معاه زي مثلا شيرنج باسورد هو ليه مخبي حاجه عليا ولا ايه لا يعني مثلا جه قال لك انا عايز اشوف الريكوست عندك ماشي شوف يعني انت ممكن تدي له باسورد عادي مش حاسه ان هو موضوع عيالي شويه هو عيالي ما عشان كده خد شوف يعني طب يعني انت مثلا هتبين ان انت عيل واهبل ماشي ما علينا لو هو مثلا دلوقتي خانك خانني وانت رجعتي له يعني انت مش لاقي حد غيره مش لاقي حد غيره ده اللي او انا لويل او محترمه او بنت ناس او كده لكن انا مش لاقي حد غيره ده اللي يعني ده هو هيكون كله بيلف حواليه المفروض يعني هو دلوقتي انت بتحبيه بقى وبتاع هو كمان بيحبني والمفروض يكون بيلف حواليا بس عشان الرجاله طبعا خاين وعينيهم زي كده بنخبط في الحلل الرجاله كلها خاينه طبعا خاين فعلا يعني لو عينيهم زايغه مش بيكفيهم واحده يعني انت شايفه ان اي راجل هتصاحبيها هيخون لا مش اي راجل شايفه ان العيب فيكي مثلا في نقص يعني انا عندي نقص في فيتامين هو... سي انت عندك نقص في ايه فيتامين دي انا مش قادر احنا مع بعض بقى ما علينا ده متقيل المهم لا حلو والله حقيقي اديها 5/10 المهم طب شيرنج لوكيشن ده موضوع تاني انت يعني... بقى عايزه تعرفي هو فين لو انا شاكه فيه يعني مثلا لو اسمع بس ايه ده انا شفت صاحبك مش عارفه فين وهو مثلا قايل لي ان هو في حته تانية طب يلا بقى شير لوكيشن وابعت لي بقى صوره وانت مع مين وانا جايه دلوقتي حالا طب افرضي هو مثلا عادي قال لك ان هو رايح مصر الجديده ورجله جابته على التجمع
ده رجله جابته ايه بقى، زحف بقى ولا ايه؟ نسيت عوق مثلا، فوت لفه ده نفسه على السويس فبقى اللي هو ايوه لا يعني اللي هو مثلا صحابه كانوا يا دوبك راح على التجمع. انت عارف اصل احنا ما عندناش كيرفيو بقى والحاجات دي. كيرفيو انت يعني بتنام يعني الساعه 12 بتقول، بس لو في الشارع مش هنام اكيد يعني. لو قاعد مع انت قاعد في البيت على طول يعني مع اهلك وكده؟ لا 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 والله لما بخرج مش هنام 12 يعني. هروح مثلا واحده عشان بنام اتنين مثلا، فاهم حبيبي؟ بعدين انت عايز واحد سهير يعني؟ لو انا سهرانه يعني ليه ما يسهرش معايا؟ اه لو انت مسليه ده موضوع احنا هو يعني اكيد هكون مسليه. ايه اللي اكده يعني؟ انا بقول لك انا عارفه نفسي. انت عندك مشاكل؟ انا عندي في الايجو. لا انا عندي بس انا كونفيدنت شويه. اعتبريني الثيرابيست بتاعك، انا همسك كاني بص كاني بكتب لك حاجه دلوقتي. مش محتاجه يعني. شايفه نفسك زياده عن اللزوم؟ انا شايفه نفسك انت اللي مريض، فاحنا ممكن نمدد كده على الكرسي ده. انت بتتهميني ليه يا ثيرابيست؟ ده مش عيب. لا ما قلتش حاجه. طيب. انا اللي هكون ثيرابيست. يعني انت دلوقتي انت انا شايفه انت عندك بس ناقص في حاجات معينه، فيلا نصلحها مع بعض. طب مش عايز تعرفي ارائي في الحاجات دي؟ سايد هوجز مثلا؟ هقول انت مش مهتمه برايي؟ معاك. انت راضيه بيا كده يعني؟ شفتيني انا مش قلت يا نهار اسود ايه ده؟ لا ده مش طبيعي. المهم الايجو بس اللي عندك بس. لا لا والله عادي انا بهزر. انا جاي اهزر دلوقتي. المهم انت دلوقتي لو سايد هوجز مثلا بالنسبه لي، انا عندي مشاكل كبيره مع الموضوع ده زي ما قلت لك. يا راجل سعيد انا كمان عندي راي جديد. متفقين؟ يا نهار اسود. شيرنج باسوردز. يا نهار اسود. شيرنج باسوردز. تعالى هنا. عايزه تسلمي عليا؟ لا تعالى هات وشك. عادي عادي ماشي الموضوع يعني. انت مش عندك صبر؟ يا نهار اسود. صبر اهم حاجه. قلبي جت في قلبي قوي دي. نخش على الموضوع اللي بعديه. شكلك مش مهتمه تسمعي رايي. انا بتعمل فيا كده. بعمل ايه؟ اهلا وسهلا. دلوقتي ترضى ان مراتك تكون في نفس البيت اللي مامتك عايشه فيه او اهلك عامه؟ نفس البيت أزن ان احنا في شقه وهي نفس الشقه؟ لا مش نفس البيت بس نفس العماره مثلا، نفس الفيلا كده؟ لا. كويس. لا صعبه قوي دي. يعني مش حاسس ان انا هاخد راحتي، فاهم؟ طب لو مامتك شرطت عليك ان انت لازم تكون معاها في نفس العماره، هتسمع كلام مامتك ولا مراتك اللي مش عايز تقعد في البيت نفسه؟ والله هو ساعتها هحكي معاه يعني. انا مش شايف ان الموضوع احنا دلوقتي ساعتها ماشي انا وانتي. انا بقول لك لا يا دولا احنا مش هينفع نعيش في نفس البيت. أوكي. ومامتك طب ما انت داخل لي بيت غير لما تعيشوا في نفس البيت. هتعمل ايه يعني؟ ما يا دولا بصي وانا انا ليه يا دولا؟ بص يعني انا بالنسبه لي راي الام مهم وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر دي رغبتي يعني. مش أيوة ما اعتقدش ان انا إيه؟ هكون ان انا امشي يعني. اكيد مش عاوز اقعد في نفس البيت. وما تدخلش بيت لمامتك تاني؟ لا هو اكيد مش هتقول لي كده، وحتى لو قالت كده فالام برضو يعني حنينه اكيد هتدخلني البيت تاني. بس انت واضح انت بتسمع كلام مامتك كتير قوي يعني. لا ماما حبيبتي بصراحه. تاخد راي مامتك في كل حاجه؟ مش في كل حاجه يعني، في حاجات معينه بس يعني مش هدخلها مع الاوضه مثلا. اوضه ايه اللي تدخلها فيها؟ يعني لو انا ومراتي مثلا بنلعب بلاي ستيشن اكيد مش هقول لماما على اختار لو هي دخلت عليكم فجاه بقى هتعمل ايه في الاوضه؟ هقفلها بالمفتاح اكيد. ما احنا مش هاوي يعني على طول. بس ده في حاله ان احنا قاعدين في نفس البيت. ده موضوع تاني. ما احنا مضطرين بقى خلاص. سمعنا كلام ماما. انت تسمعي كلام عادي اللي هو انت تنازلتي؟ لا انا مش تنازلتش. اوكي بس انا هتعمل ايه؟ انت خلاص قررت وانا ما تتريقش. مش عايزين لا سمح. حددت ان انت خلاص هتختار البيت بتاعهم. جميل والله. لا 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 انا عارف. لا مش يعني ما هقفل الباب بالمفتاح بصراحه. تقفل الباب؟ ممكن تقف تتصل. هتقفل الباب بالمفتاح؟ قفل تتصنت عليك. ده موضوع تاني. اقول لها لو سمحت يا ماما ما تتصنتيش علينا بس خلاص كده. خلاص هتسمع الكلام اكيد يعني. بس انا مامتي مش حما يعني، اللي هو مش هتبقى كده. مش هتبقى بالصعوبه دي. بالنسبه لمامتك بقى؟ لا انا مامتي مالهاش علاقه بينا اصلا. ليه؟ ما ممكن تقول لك مثلا انا ما بحبش الواد ده ما تتجوزيه. لا اكيد هي ليها نظره يعني. انا تقريبا هقول انا ما بحبش الواد ده ما تتجوزوش من نفسي يعني. يعني بعيدا عن ان انت بتحاولي تبيني ان انت مش معجبه بيا، ده موضوع تاني. بس لو انت سؤال دلوقتي بس سؤال لو سؤال. انت دلوقتي هو مامتك... انت فاكر يعني ان اي بنت بتشوفك بتهرم بيك بقى؟ لا مش شرط. مش شرط. وبتعجب بيك؟ بس انا شفتها فيكي. طب ما بتشوفش شكلك؟ لا والله. وانا بلبس نظاره بس يعني. مش الدرجه. محتاج تلبسها دلوقتي. طب انت كنت تروماتايزد وانت صغير من البنات؟ لا خالص. متاكد؟ لا وانا صغير عامه ما كنتش بتعامل مع بنات كتير. يعني عندك نقص.
مش ناقص بنات، ما فبتعوضوا بقى عليا دلوقتي. كملت وبعدين عادي. فلو انت شايفني احسن حاجه دلوقتي بالنسبه لك. انت كنت بتعاملي مع اولاد كتير وانت صغيره؟ يعني بدا المسيره الانحراف ده قرايبي. لا مش انحراف، ده قرايبي يعني. قرايبك؟ طب ما انا كنت بتعامل مع بنات قرايبي برضه. انت قلت انت ما عندكش اكسبيرينس تقريبا مع بنات وانت صغير خالص. لا كنت بتعامل مع بنات. ما تعرفش بنات اصلا؟ لا كنت يعني اعرف بس اللي هو قرايبي، فاهمه؟ زي كده اللي هو انا ما بعرفش اطلع بره حدود القرايب لان ما فيش ولد بره هيتقبلني، فاهمه؟ نفس الموضوع. المهم بقى نرجع لموضوعنا. لو انت مامتك دلوقتي جت قالت لك دوله ده بجد قمر وكل هو حاجه، بس للاسف فايس خلاص وانا هيبقى اسمي محمد دولة اكيد. اكيد مامتك مش هتقول لك دوله يعني. هيبقى اسمي محمد، انا جاي اتقدم محمد عادل دلوقتي. قالت لك قالت لك بجد محمد عادل ده مش مرتاحه له، حاسه توكسيك فعلا. لسه هنشوف السكور. لسه هنشوف السكور دلوقتي. طب وانت على كده ماماز جيرل بقى ولا؟ يعني انا بثق في كلام مامتي بس مش اكتر. لكن ثانيه، وانت من النوع اللي هو هتدخلي اهلك في اي علاقه؟ لا انا ما بدخلش حد. طبعا. انا بعرف اخد قراراتي كويس قوي بنفسي. حلو، بس انت دلوقتي دخلتي ماما في الموضوع وعرفت مين محمد. ما اكيد وخدت يعني لك قرارك عشان انت ما عندكيش شخصيه. مين قال ده موضوع احنا بنتكلم؟ هو دي حاجه اي بي سي؟ يعني انت المفروض تروح تتجوز من ورا اهلك ولا بتعمل ايه؟ لا اكيد ما. لا لو من ناحيه الجواز انت ولا انت عملتها قبل كده فخلاص متعود عليها يعني؟ ماليش في العرفي بصراحه، بس يعني لو اضطريتي تتجوزيني اضطريتي تتجوزيني بس لازم تجوزيني. انت ده عشان اعرف اقولها وانت مش عارف. انا اسف. مش هتريق على حاجه فيك للاسف. اسفك مش مقبول. خلاص ماشي. المهم يعني تفتكري مين اللي هياخد الكيك دي في وشه؟ اكيد انت. انا مش توكسيك لحد دلوقتي. انا شايف بصراحه انا شايفه ان انت كلك ريد فلاجز، كلك توكسيسيتي، هتنط من عينك. انت حافظه الكلام وبتكرريه؟ انا سليم معاك اهو لحد دلوقتي. هو ايه اللي حافظ الكلام؟ انا اظهرت ريد فلاجز يا بنتي. ظلم والله. شوف كده بقى الابيسود لما تتذاع ان شاء الله، وشوف مع نفسك انا عملت 1 2 3. الكومنتس اللي هتقول عامه هي اكيد هتقول ساعتها هي احنا عارفين حاجه زي دي اصلا. خلاص ريد فلاج يعني احنا عندنا اكسبيرينس فاتت مع دوله، مش مضطرين نبرر. اسمي طالع منك زي العسل. مش ممكن. لا انا ما بتثبتش. اتثبتش. هو يا جماعه فاكر نفسه اجمد حد في الحياه وكل البنات بتموت في غرامه، بس دي حاجه. لا والله مش شرط. مش شرط. لا بس هو. انا حاسس في بوند ما بيننا، في كيمستري. مش شايف حاجه خالص. تفتكر هننزل توكسيك كيك تاني؟ هو انت اكيد انت اللي هتنزل على وشك. انا مش هاجي هنا تاني. هنشوف مين اللي هيتوسخ دلوقتي. اكيد انت. المهم بسم الله. لو بقالكوا سنه متصاحبين هتفركشوا ازاي؟ يعني انت ايه الطريقه اللي هتاخدي؟ ايه الراوت بتاعك ان انت تفركشي؟ انا مع الواي بتاع نهايه اخلاق. يعني اللي هو هتروحي تبعتي له مثلا تقولي له it doesn't work that way، خلاص مش هينفع نكمل. دي حاجه كويسه، بس انت شايفه ان هو يعني ده كلوجر بالنسبه لك؟ يعني مش هتقولي له مثلا ليه؟ هو اكيد مش هنكون مفركشين بسببي يعني. اكيد بسببك انت. انت المفروض مصاحباني دلوقتي. ما هو يعني بيتكلموا علينا للاسف يعني. مش شرط يعني، بس مش انت مدام خدتيها يعني. علينا. لا لا انا مدام خدتيها علينا ماشي يعني. انت ماشي دلوقتي عيش. انت شايفه ان هو ده كلوجر؟ مش هتقولي مثلا انت فيك كذا وكذا وكذا علشان البني ادم ده بعد كده اكيد it doesn't work that way؟ معناها ان في حاجات حصلت بقى احنا ما عرفناش. ماشي هو هيشم على ظهري. انت مثلا اكيد خاين انت تيجي منك. مش شرط. لا 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 انا ما كنتكيش الاسبوع ده. انا بقول الاسبوع ده. الاسبوع ده مثلا ممكن ماشيين تمام. طبعا خاين يعني. وبعدين هو انا هستحمل خيانه ولا ايه؟ هي من اول خيانه خلاص. لو هو ما خانكيش علاقه طبعا. لا هي اصلا لو خيانه هتعمل ايه بقى؟ لو خيانه ف انت شكلك انت هظبطكم متلبسين اوكي وهصوركم ايوه وهنزلها على السوشيال ميديا اقول بصوا هو ده المثال بتاع الحقاره. ماشي بس يعني برضو مش هتقولي له لا سي انه احنا دلوقتي ما انا ما خدتكيش. انا بني ادم طبيعي بس انت شايفه ماشي بس في كلاشز ما بيننا او كده اكيد يعني مع علاقه خلاص ما it doesn't work that way. انا مش قادره استحمل الخناقات دي وانت كتير بس كل العلاقات فيها خناقات يعني. ايوه بس انت توكسيك قوي لدرجه ان انت اي خناقه هتيجي هتقولي لا انا مش عايزاه. هو ليه بتحدد ان انا توكسيك؟ انت عايز تديني الكيك وخلاص. لا مش عايز اديكي حاجه انا بفهم. يعني دلوقتي اي حد بقى في علاقه يتخانق مش خناقات تافهه يعني. اي حد يتخانق مش خناقات تافهه. يلا اللي بعده. مش خناقات تافهه. ماشي ما فيش خناقات تافهه يعني. اكيد لو بتتخانقوا لا في خناقات تافهه يعني. ماشي انا قصدي اكيد دي مش هتفركشوا عشانها. انما لو مثلا بتتخانقوا علشان بس بتتخانقوا عشان هو مثلا ما بيثقش فيكي بالظبط عشان انت بس انا مش جايه اكتشف ان هو ما بيثقش فيا دلوقتي بس لو بقى شخصيته اتغيرت على مدار السنه دي اوكي فلا في مشكله هنا.
في اللي هو خلاص we have to stop it. مع اننا احنا هنحاول يعني انا من ناحيتي انا هحاول عادي what's the effort بس انت يعني مش لو لقيت ان هو مبقاش يحبني زي الاول مبقاش مهتم بيا زي الاول بقى بصباص زي ما طول عمره كان كده يعني هو كان بصباص واضح الموضوع مضايقك شكله انا حاسس بوجع القلب من هنا لا هو ما تحطش نفسك حاجه بالنسبه لي يعني انا بالنسبه لي بصراحه لو هفركش فانا يعني ما مش هقول لها بتقولها لا لا بهزر بصراحه عشان مش هلبس الكيك دلوقتي هصحى لا عادي. لا قول الحقيقه لا 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 ما جربتش افركش قبل كده بصراحه من نفسي يعني انت بتتساب على طول مش بتساب على طول يعني ما حدش يستحمل الشخصيه دي فعلا. لا عادي ما هي مش بيهمني لا بصراحه لا خلاص فهمت بس اللي هو مثلا هصحى في يوم من الايام كده اقول لها معلش انا زهقت الموضوع ما بقاش ماشي زهقت فشوفي كل عيش يعني كل عيش بس وخلاص شوفي لك بقى حد تاني ما خلاص بقى يعني المشكله فيا بقى مش فيكي والجو لازم دي اهم حاجه العيب فيا مش فيكي عمر العيب ما هيبقى فيكي هيبقى فيا عمره دي عامه يعني دي حاجه بتبين انت توكسيك قوي لا لا عادي والله انا لو توكسيك هقول لك العيب فيكي هجاس لايتنج هقول لك ان الموضوع لا دي معناها ان انت بتخلع فدي حاجه من التوكسيسيتي ما نهايه اخلاق انا لو جيت قلت لك المشكله فيكي احنا كده هنقل ادبنا لا كده احنا يعني لو جيت دلوقتي قلت لك يا روان انت بجد لا تحتملي كفايه يعني تكتشف كده بقى يعني كفايه رجاله مثلا اللي هو انا مش كل شويه هشيك مع واحد وانت اريال معايا يعني لا يعني لو خلاص ما انا خلاص جاي خلاص سيبنا فهمنا انا جاي امشي واسيبك دلوقتي انا مش اريال بس انا اكتشفت بقى وانت فاكره نفسك صايعه خلاص ما تحاولش بقى جنب اللي اسمعي بس انا عرفت من وراكي انت قلت لي انت صعيدي صعيدي في صعيدي كده عندكم بس انا اقول لك على حاجه دلوقتي انا اكتشفت وانت مش قايله لي انا اكتشفت قلت لك خلاص بقى كفايه رجاله تتكلي على الله ستيل اريال ليه ما انا هسيبك ما انت مش عارف بقى مراتك بقى بتعمل ايه ولا صاحبتك بتعمل ايه كمان وماشيه مع مين رايحه انا عرفت خلاص انت شكل الفهم عندك تقيل فاهم دي مشكله عم. واضح ان انت اللي مش بتستوعب لا لا الفهم عندك تقيل هو قوي. حرام من الصدمه ان انا سبته فخلاص ماشي اسحبي ورقتك انا هسحب لو هنتجوز هتبروبوز ازاي انت هتبروبوز دلوقتي كده في القرف ده ارجع مكانك بس ده لو هنتجوز بس ده مش يعني مش هتحصل فاهم يعني عمرها ما هتحصل انا بمثل علشان الناس تبقى فاهمه انا يا جماعه انا مش توكسيك حاول يبروبوز شفتوا وانا طبعا رفضت شفتوا مين التوكسيك عشان ما حدش يستحمل حد زي ده شفتوا مين التوكسيك فينا هو. عشان تعرفوا هو. الحمد لله يا رب الحمد لله انا حاولت اتقدم بس هي بوظت الدنيا شكرا يا روان والله تعبنا كده حاول اتقدم بايده تعبنا ما هبقى اجيب خاتم المره الجايه معلش هبقى هرفض برضه ماديه قوي مش ممكن لا ده اي بي سي بروبوزل يعني ما انا لو جاي اقدم لك بجد بخيل اسمها خلاص فين مستني تخيف ولا ايه ايه الفتي ده لا والله شفتي قلت لك والله العظيم انا سليم لا تعالي بقى لا انت عايزين تطلعوا شكله حلو بس لا لا بقى لا والله خدي الامر اللحم ده غلط امسكي بس امسكي يا حرام عليا والله يا حرام بس انا عشان محترم مش هلبسها لك تحبي الدويه من ايدي ولا لا طبعا ولا الدويه في وشك لا قرري لا لا انت بتعمل ايه مش هتدبها في وشك لا ندوقها عادي عشان شفتي انا راجل محترم قلت لك مش توكسيك انت كنت هتدبيها ومعايا لا لا خد يلا كمان دي بتاعتك هقوم بقى انا معايا نورتينا مع السلامه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وفولو ديسك على السوشيال ميديا وسبسكرايب على اليوتيوب ولو في حد في حياتكم شايفين انه يستاهل توكسيك كيك شير للفيديو ده واعملوا له منشن في الكومنت